معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. مرحبا بك شيخ يحيى. هناك من يرى أن السياسات الحكومية أثرت كثيرا في القطاع الزراعي، كيف ترى هذه السياسات وإلى أي مدى أثرت في هذا القطاع المهم في العراق؟ أهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، القطاع الزراعي حاله حال القطاعات الأخرى، قد نالها التخريب والتدمير من جراء سياسات الحكومة المتعمدة وعدم وقوفها على الحالات التي تحتاجها المشاريع الزراعية، بل أهملت كل هذه المشاريع. وفوق كل ذلك فأنت ترى بأن والعالم يعلم كم تم تجفيف الأنهار وكم تم غلق عدد من القنوات المائية التي ترعى هذه المشاريع الكبرى والبساتين، والتي يعتمد كثير من المواطنين، بل إن جل الشعب العراقي يعتمد على الزراعة. لذلك تم تخريب هذه المشاريع بشكل منهج وكأنما مفقود، والمطلوب هو دخول بضاعات أو محاصيل زراعية دول أخرى أجل أن يكسب منها المتنفذون والفاسدون الذين عملوا على تدمير هذه الثروة الزراعية الكبرى في العراق. الشيء الآخر، بعد كل هذه التخريبات للمشاريع هناك حالة الابتزاز في الفلاح العراقي التي يذهب من أجل أن يبذر بذورة في الصحراء على الأمطار. لذلك يجب عليه أن يدفع الجهات المتنفذة والشياوية حتى يصل من أجل أن يبذر هذه البذور، وعندما يحصدها أيضا يتعرض للابتزاز والسرقة. كل هذا أصبح عاملا رئيسيا ومهما في تدمير القطاع الزراعي على مستوى الدولة وليس على مستوى منطقة أو محافظة معينة. إذن هذه السياسات قد أدت إلى هجرة الفلاحين أراضيهم، ولكن وزير الصناعة السابق ذكر أن أكبر عمليات فساد قد حصلت في معمل أسمدة بيجي، ما أثر ذلك الفساد في الزراعة داخل العراق؟ أخي الكريم، عمل ما سمي بالفساد هي كل القطاعات هي فاسدة، وهم والحكومة تعلم بهذا الفساد، لكن من الذي تصدى لهذا الفساد؟ عملية الفساد التي جرت في مشروع بيجي هو أيضا حرمان الفلاح من الأسمدة، من بذر من تقوية أرضه الزراعية. لذلك أصبح الفلاح يشتري السماد المستورد بأربع أضعاف أو خمس أضعاف ما كان يحصل عليه من المعامل العراقية. عملية الفساد وعملية السرقة وعملية التخريب هي عملية ممنهجة رافقت عمل الحكومات منذ عام 2003 وهو بدء الاحتلال وإلى هذه الساعة، دون أن نرى بأن هناك من يقف بوجه هذا الانهيار وهذا الانحدار في القطاع الزراعي وفي كل القطاعات الأخرى. لذلك أصبح عملية الفساد تقتات عليها جهات سواء انشاوية أو حزبية متنفذة من خلال الابتزاز ومن خلال السرقات ومن خلال العملة المزورة ومن خلال تحصيل المعامل والمصانع. كل هذه أصبحت موارد ابتزاز المواطنين وعلى قوت المواطنين من أجل حصول هذه المكاسب. يعني أنت تتفق الشيخ يحيى، تتفق مع من يرى أن سطوة الميليشيات كان لها دور في هذه الكارثة في تخريب القطاع الزراعي؟ حتما أخي الكريم، أصبحت هذه الميليشيات تقتات على قوت الشعب وعلى القوت اليومي لهذا الفلاح الذي يريد أن يكسب بتعبه وبعرق جبينه، فيتعرض لحالة الابتزاز والسرقة وأن يدفع من ما يجنيه من محاصيل زراعية لهذه الجهات. لذلك أصبحت هذه الميليشيات وهذه الجهات الحزبية تمول نفسها عن طريق ابتزاز المواطنين والقطاعات سواء الزراعية وغيرها. والقطاع الزراعي هو القطاع الكبير
الذي تم تخريبه في العراق بشكل كامل. شكرا جزيلا لك أمير سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى سنبل.